ننتقل وحول آخر مستجداتها ينضم إلينا مراسلنا هناك أحمد فيلي. أحمد أهلا بك ومرحبا معنا في هذه النشرة، تفضل. نعم، شكرا لك زميلي محمد. في العاصمة بغداد حقيقة هنالك معلومات تتحدث عن نية لجنة الخدمات والإعمار النيابية باستضافة مسؤولين في أمانة بغداد بعد متابعتهم لواقع الخدمات المقدمة في عموم العاصمة بغداد وضواحيها. وأيضا تتوعد اللجنة بحتما ستكون هنالك إقالات بسبب تردي الخدمات، خاصة فيما يتعلق بالمياه، ما يتعلق بالمشاريع الخدمية الأخرى، إكساء الطرق وغيرها. يعني اليوم العاصمة تعاني كثيرا، هنالك بعض الأحياء التي عندما يراها الناظر لا يعتقد أنها حتما تعود إلى العاصمة بغداد لأنها أشبه بالمناطق النائية الموجودة في العاصمة. كذلك بعض المناطق فيها تراكم للنفايات والأزبال، وكل هذا مرصود، حتى كانت لدينا تقارير عن هذا الموضوع. لكن يعني نتحدث عن إثارة الموضوع في الوقت هذا، ربما أيضا يعطي إما أن تكون هنالك نية حقيقية لمتابعة هذه الملفات، وبالتالي تخفيف العبء على المواطن وتقليل هدر المال العام، وكذلك محاسبة المفسدين، أو ستكون هنالك دعاية انتخابية مبكرة عند فتح هذه الملفات بهذا التوقيت حتما. في الموضوع الثاني أيضا يتعلق بعودة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي في بورصة بغداد. اليوم سجلت هنالك ارتفاعا طفيفا، سعر الشراء بلغ 147,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر البيع بلغ 148,500 دينار لكل 100 دولار. يعني هذه الأسعار ربما منذ فترة تتراوح أسعار صرف الدولار بهذا بهذه المحدودية، يعني بين أقل من 150,000 لكل 100 دولار. في موضوع آخر أيضا، يتجدد الاستهداف للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد مساء الأمس بواسطة طائرة مسيرة. المعلومات تتحدث عن إسقاط تلك الطائرة بواسطة منظومات سيرام التي تستخدمها السفارة الأمريكية الواقعة في قلب المنطقة الخضراء المحصنة. وهذا الاستهداف ليس بجديد، يعني دائما ما نشهد هنالك استهدافات عديدة أو محاولات استهداف السفارة الأمريكية بواسطة صواريخ الكاتيوشا أو حتى هذه الأنواع الجديدة من الطائرات الدرون من أجل يعني ربما إثارة الفوضى. والحكومة ما زالت تؤكد أنها ستلاحق الجنات أو الذين يحاولون إثارة الفوضى في العراق.